السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح الفل، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. يا رب النهاردة يكون يوم سعيد على الجميع يا رب بإذن الله. صباح الخير على كل زمايلي الموجودين، صباح الخير عليك يا لميس، كل حبايبي كمان في الكنترول، صباح الفل عليكم جميعا. النهاردة فكرتنا سهلة وبسيطة وسريعة زي ما احنا متعودين، وفي المقابل النتيجة بتبقى غير متوقعة، بتبقى نتيجة مبهرة بفضل الله. النهاردة بقى البطل بتاعنا النهاردة هو البرطمان ده، البرطمان الحلو ده، سواء برطمان صلصة، برطمان مخلل، أي برطمان عندك بدل ما بنرمي البرطمانات وما بنلاقيلهاش أي صرفة، النهاردة هنستغل البرطمان إن إحنا هنشوي عليه فرخة تطلع لي بالظبط زي الفراخ المشوية بتاعة المطاعم بتاعة المكنة، بتديني اللون والطعم مع التتبيلة الرائعة اللي هنعملها مع بعض النهاردة إن شاء الله، وشوفي الفراخ المشوية هتطلع عاملة إزاي، زي البنات الحلوين اللي واقفين دول كده، واقفين طابور اللي حازي يا بنتي جنب اختك وقفي في الطابور عدل، شايفين جمالهم وحلاوتهم، غير الريحة اللي مالية الدنيا والطعم الرائع عشان التتبيلة اللي هنعملها مع بعض. زي ما انتم شايفين لسه خارجين من الفرن حالا في البرطمان، ودي مية البرطمان والمية كمان اللي في الصاجة، كل الخطوات الحلوة دي هنعملها مع بعض، ونشوف البنات الطعمين اللي واقفين طابور دول طلعوا باللون الرائع الجميل ده زي تبارك الله عليه. شايفين الجمال؟ اعتقد كده وانت قاعده دلوقتي بتتفرجي عليهم كده الريحه وصلتك لغايه عندك. وعايزه اقول لكم كمان ان التتبيله والطريقه اسهل واسهل على النتيجه اللي انت شايفينها دي، بس ان شاء الله كل حاجه سهله معانا بفضل الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا، عندي فرخة حوالي كيلو ونص، تقل عن كيلو ونص ماشي، بس مش عايزينها تكتر او تبقى اكبر في الوزن عن كيلو ونص عشان تستوي معانا كويس في الفرن. حلو الكلام؟ تعالوا لي بقى للتتبيلة، وهنستخدم الخلاط في التتبيلة الحلوة دي. التتبيلة عبارة عن طماطم، بصل، ثوم، فلفل رومي، كوباية مية ألحلح بيها الخلطة دي جوه الخلاط، صلصة، زيت، عصير ليمون، خل، ملح، فلفل، بابريكا، كاري، بهارات فراخ، مرقة فورية اللي هي المرقة البودر اللي بنجيبها سايبة من عند العطار، دي بتبقى متبلة حلوة قوي يا جماعة، توم بودر، بصل بودر، ومعلقة صغيرة سكر. نقول التتبيلة تاني، التتبيلة بتاعتنا عبارة عن خضار وشوية توابل وبهارات. الخضار عندي طماطم، بصل، فلفل رومي، فصوص ثوم، وممكن تزودي فلفل حامي لو عايزاه الفراخ تبقى مشطشطه شويه. ده كده الخضار، صلصه وزيت، عصير ليمون، خل، وتعالي ندخل على مجموعه التوابل والبهارات، ملح وفلفل، دول التوأم الملتصق بتاعنا في المطبخ الاساسي بتاعنا. بعد كده هناخد معلقه كبيره بابريكا عشان تديني طعم التدخينه جوه التتبيله، كمان هنحط كاري، الكاري ممتاز مع الفراخ، بهارات فراخ، مرقه فوريه السايبه، توم باودر، بصل باودر، وهنحط جوه التتبيله معلقه صغيره سكر تطريلي الانسجه بتاعه الفراخ جدا. طيب دي كده الوصفه بتاعتنا، سواء البهارات او الخضار اقدر اتبلها بكل ده واحطها في صينيه وادخلها الفرن لو انا مش عايزه اعملها على البرطمان. التسويه بقى، لو هنسويها في البرطمان، هنجيب برطمان هنحط فيه 3 ارباعه ميه، وهحط في الصينيه شويه ميه، وهحط فيهم زعتر وروزماري، شرايح ليمون، حبهان، ورق لورا، ولو حاجه من الحاجات دي مش موجوده عندك كفايه الباقي. اهم حاجه عندي احط شرايح ليمون وكم فص حبهان، دول اساسي معايا. بعد كده الزعتر والروزماري موجودين خير وبركه، مش موجودين مش هنقف على محطات يا سيدي، هكتفي بالليمون وهكتفي بالحبهان، دول الحلوين قوي يعني. والمقادير بتاعتنا زي ما انتم شايفين سهله وبسيطه، ما فيهاش اسامي غريبه، ما فيهاش كلاكيع، ما فيهاش حاجه غريبه عليا، كله متوفر عندنا بفضل الله جوه مطبخك، ما عنديش اي مشكله خالص. اقوم دلوقتي على طول لو عندي فراخ في الفريزر، يلا طلعي فرخه حلوه كده، وبعد الحلقه على طول اعمليها بالبرطمان بتاعنا، برطمان او برطمان زي ما يعجبكم يعني، وصوريها وابعتي لي التطبيقات، التطبيقات بتاعتكم بقالها يومين عسل ملهاش حل. اول حاجه هظبط الصينيه اللي هسوي فيها الفراخ، ادي الصينيه هنا اهي، واحط في الصينيه شويه ميه،
يا ام مصطفى صباح الفل يا قمر. يا صباح العسل عليك يا عسل. عامله ايه يا ام مصطفى؟ اخبارك ايه؟ صباح الفل، كل سنه وحضرتك طيبه يا حبيبتي، ولادك طيبين وانت طيبه وكل حبايبك طيبين يا عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. تسلميلي الله، تسلميلي يا حبيبتي، الله يكرمك. لو سمحت يا شيف انا عايزه اسال بس على خزينه الفاصوليا الخضراء والمشمش. عايزه تخزنيهم؟ طيب الفاصوليا الخضراء لازم اديها نص سلقه في ميه مغليه بليمون. المشمش لا، بنمسكه نفتحه ونطلع النوى واتاكد ان قلب المشمشايه نضيف وزي الفل. هو اليومين دول طبعا عشان لسه جديد فهتلاقي قلبه نضيف، مفيش اي مشكله خالص. وبعد كده بشيله انصاص زي ما هو كده، بعصر عليه ليمونه كامله واحطه في اكياس واشيله في الفريزر. بس ده المشمش. الفاصوليا لازم تاخد نص سلقه بميه بليمون على النار عشان لما تيجي تطلعيها يبقى لسه فيها القرشه بتاعتها. ماشي يا عم. اتفقنا؟ نورتيني وشرفتيني يا حبيبتي. شويه ميه في الصينيه، وبعدين حطيت البرطمان بتاعنا اهو في النص كده، وهملى البرطمان ثلاث ارباعه بس، مش هملى يعني ثلاث ارباعه بس كده. بس كده هون. وممكن بدل البرطمان ممكن ازازه حاجه ساقعه او ازازه ميه، ازاز طبعا تكون ازاز يعني. البرطمان فايدته ايه؟ فتحه بق البرطمان من فوق واسع، فلما يسخن مع الفراخ في الفرن الميه اللي جواه دي هتقعد تطلع بخار، فتسوي لي صدر الفرخه او جسم الفرخه من جوه تسويه حلوه قوي وطريه جدا جدا. صح الكلام؟ طريه قوي. هتلاقي الفراخ المشويه بطريقه البرطمان النهارده دي طريه عن اي فراخ تانيه عملتيها، وعمر ما الفرن هينشفها ابدا. دي الفكره بتاعتها، البخار اللي طالع من الميه جوه قلب الفرخه هو ده اللي بيتوزع جوه ويسوي لي الفراخ تسويه زي بتاعه المكنه بتاعه المطاعم بالظبط. دي فكرتها. يبقى انا حطيت شويه ميه حوالي ربع الصينيه، وحطيت برطمان، وحطيت فيه تلات ارباعه ميه، ميه عاديه مش سخنه ولا اي حاجه. هنحط في الميه، بسم الله، ادي شرايح ليمون كده. كل دي بقى منكهات عشان الميه دي كل ما تسخن بالمنكهات اللي فيها دي الريحه الحلوه المتعطره دي هتطلع لي على الفرخه وهي بتتشوي. عندي ورق لورا خير وبركه، كام فص حبهان حلوين كده ينعنشوا الفراخ بتاعتنا. وانا الحمد لله ربنا انعم عليا، عندي روزماري وعندي زعتر وكمان فريش، يبقى نستغلهم احسن استغلال. ادي الروزماري والزعتر جوه الميه. الفرن عندك من دلوقتي على اعلى درجه حراره بيسخن جدا. ده كده شكل، بصوا شكل الميه كده بهذا الشكل، ونشيل كل ده. ريحه الروزماري والزعتر لما قطعتهم طالعين حلوين قوي. يا ام محمد صباح الفل. طب ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، ازي حضرتك عامله ايه؟ والله بحبك قوي 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 يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي ليا يا رب. كنت وحشانه جدا والله يا شيخ. حبيبتي على دماغي والله، وكلكم وحشتوني يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، بحبك والله جدا. تعيشي. يعني ايه رايك، شايفه شكل الفراخ بتاعتنا عامل ازاي؟ جميل جميل زي اللي بتعمله والله. ربنا يخليكي، يلا جربيها بقى يا حبيبتي. باذن الله. من النبي يا حبيبي يا شيخ، انا طالبه منك تحت امرك تأمريني. ربنا يخليك. لما باجي اعمل الكشك او البصاره، البصل بيطلع مني طري خالص كده، مش بعرف اعمله ناشف. البصل اعمل فيه ايه؟ هقول لك يا ستي. عارفه تقطيع البطاطس الشيبس، يعني البطاطس الشيبس بنقطعها رفيعه خالص ورقيقه خالص ازاي؟ هنقطع البصل رفيع جدا، ده اساسي معانا. بعد ما نقطعه رفيع جدا يا جماعه ما تكسرهوش ولا اي حاجه، رقيق جدا، ويا ريت لو عندك مكنه البطاطس دي اللي بتعملي بيها البصلايه. بعد كده زيت غزير على النار كانك رايحه تحمري بطاطس. ويسخن كويس قوي، وانزلي بالبصل سليم زي ما هو متقطع رفيع كده، بس سليم زي ما هو من غير ملح. اعمل ايه على النار بعد اذنك تاني؟ زيت كتير، زيت كانك رايحه تحمري بطاطس. ماشي. ويسخن كويس قوي، وخدي البصل انزلي بيه في الزيت زي ما هو، ولا هنحط ملح ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه خالص. خالص. السر في حاجتين، ان البصلات تتقطع رفيع قوي قوي جدا، ده اول سر. تاني سر ان الزيت يكون غزير، يعني زيت عميق، ما يكونش شويه صغيرين كده بس. وانزلي بالبصله، وبعد ما تحمر افضلي قلبي فيها، طلعيها على مناديل المطبخ سيبيها تبرد خالص. بعد ما تبرد كسريها بايديكي هتلاقيه مقرمش لو قعد عندك بدل اليوم اتنين وتلاته،
يفضل مقرمش زي الفل. ما تحرمش منك ابدا حبيبتي، نورتيني. يعني البصل لازم اسخنه الاول. اه الزيت لازم يسخن الاول ويكون زيت كتير، كانك بتحمري بطاطس. بس يا حبيبه قلبي هنعمل بقى دلوقتي الخلطه. اول حاجه حطيتها في الخلاط، وده لازم واهم حاجه، كوبايه ميه على سكينه الخلاط نفسها، وبعدين انزل بالخضار اللي فيه ميه، يبقى الطماطم. كل ده عشان سكينه الخلاط باذن الله تمشي معايا زي الفل. وبعدين نحط التوم. الخلطه دي اول ما هتضربوها في الخلاط هتشموا ريحتها روعه، ملهاش حل. يلا بينا، بسم الله. نظبط بس كده. ده كلام جميل خالص. كوباية مية، حطينا الطماطم، حطينا التوم، وبعدين بصلاية حلوة كده ماشي، وبعدين الفلفل. ومش هنحط هنا في الخلاط أي توابل، التوابل بعد ما نضرب الخضار ده كله مع بعضه، حتى الخل وعصير الليمون برضو مش في الخلاط. في الخلاط بحط الخضار مع كوباية المية مع الصلصة أهم، بالترتيب اللي انتوا شفتوه معايا ده. كوبايه الميه الاول، وبعدين الطماطم والثوم مع بعضيهم. بصوا بقى، وبعد كده بعد ما ضربنا يعني كاننا عملنا عصير طماطم خفيف، نزلت بالبصل والفلفل والصلصه، وندي بقى ضربه حلوه. بسم الله يلا بينا. خلصت الشغلانه. بس يا ستي على الريحه، ريحه الثوم مع البصل مع الطماطم مع الفلفل، ايه العظمه دي؟ ايه عظمه التتبيله دي النهارده؟ بسم الله. شوفوا قوامها وهو المطلوب، حلوه قوي قوي قوي، واتضربت في الخلاط معانا بمنتهى السهوله. ايه السر في كده؟ كوبايه الميه اللي حطيناها في الاول. قولوا لي مين. ايمان، اهلا وسهلا يا ايمان. ازيك يا شيخه؟ صباح الفل يا حبيبتي، عامله ايه؟ والله انا بحب الجو يا شيخه هنا، والله انا كنت بتفرج عليك من صدى البلد. حبيبه قلبي نورتيني يا حبيبتي، تسلميلي. والله بجد تسلميلي على الاكل اللي انت بتعمليها، وخصوصا الحلقه اللي قبل اللي فاتت، حلقه الكريبات. حلقه الكريب دي كانت امبارح. دي حلقه الكريبات كانت حلوه جدا. ربنا يخليكي يا ايمان. كنت عايزه اطلب من حضرتك طلبين بس. قولي لي يلا، وانا بحط العصير الليمون والخل كده. قولي لي يا رب. كنت عايزه فراخ المقرمشه اللي هي شبه الكنتاكي دي. عيني بس كده. وكنت عايزه رقم وكنت عايزه رقم حضرتك. حاضر، من عينيا الاثنين، ما تقفليش وخليكي مع منا في الكنترول تديكي الرقم يا قمر. انا حطيت وانا بكلم ايمان، حطيت عصير ليمون وخل، وبعدين ادي الزيت هيساعد على القرمشه واللون الحلو. وعايزين مضرب كده حلو برضو. عايزه اقول لكم كل ما هتضيفوا حاجه على الخلطه دي كل ما هتشموا الريحه عسل ملهاش حل. تعالوا نتبل بقى، احنا عملنا كل حاجه بس ما تبلناش، يبقى كاننا ما عملناش. اول حاجه الملح، بسم الله، شويه ملح حلوين، وفلفل اسود هكذا. وتعالوا بقى نعد المرقه الفوريه البودر، هي دي اللي دايما بنصحكم بيها، بتبقى متبله وبتدي طعم حلو قوي قوي لاي تتبيله فراخ. وتوم باودر وبصل باودر كده ماشي. وهيبقى عندنا ايه تاني؟ عندنا يا ستي بابريكا، زي ما اتفقنا البابريكا هنزودها شويه. التتبيله دي يا جماعه تكفي فرختين، يعني انت ممكن تعمليها وتاخدي منها للفرخه والباقي تشيليه في كيس في الفريزر، تطلعي وقت ما تحبي تشوي فراخ تانية تبقى جاهزة معاكي قبل ما تحطي فيه الفرخة. لكن دلوقتي لو حطيتي فيه الفرخة زي ما أنا هعمل ما ينفعش يتشال في الفريزر، خلاص شكرا. سر الصنعة النهاردة بقى، معلقة صغيرة سكر مع الخل اللي في الخلطة. انسي ان الفرخة دي تنشف او يبقى بتشد ولا حتى فيها اي ريحة غير مستحبة ولا 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 اي حاجة خالص. السكر هنا يا جماله بجد،
ادي يا جماعه الخلطه بتاعتنا روعه. تحطيها بقى في بوله كبيره كده، تحطيها في طبق بلاستيك كبير ان شاء الله، حتى في حله، المهم حاجه تكون غويطه كده عشان اعرف اتبل الفرخه كويس معايا. خلاص زي العسل. كان نفسي تكونوا واقفين دلوقتي وشامين ريحه الخلطه دي، واقفين كده معايا وشامين الريحه بتاعه الخلطه عامله ازاي يا راجل. طب انت فكرك كده، انت خضيتينا، ما بتخضش على فكره. مش انا يا باشا. بصوا بقى كده، بسم الله، استنيني بس كده، وبعدين دخليها كده في التتبيله. شايفين ازاي؟ ليه بقى قلت لكم حاجه غويطه؟ عشان الحركه دي. ودخلي بقى التتبيله في كل حته، تحت الجلد وفوق الجلد وعند اللحم والصدر من جوه والقلب. بصوا اهو كده بالشكل ده. حلو الكلام، حلو الكلام. هسيبها بقى كده في التتبيله زي ما هي لغايه ما هتطلعوا فاصل، تستريحوا بقى مني شويه وتاخدوا نفسكم وترجعوا لي، نشوف هنسويها ازاي، والحلوين المزقططين دول هنقدمهم ازاي مع بعض. فاصل قصير بس، اوعوا القناه تتغير. اهلا بيكم بعد الفاصل. من ساعه ما سبتوني وانا واقفه نفس الوقفه دي جنب الفرخه بتامل فيها وبتامل في الخلطه بتاعتها. عملنا الفرخه بتاعتنا بتديله حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. خلي بالكم من حاجه، سيبوها شويه حوالي ربعايه نصايه كده، وبعد كده هنصفيها من الخلطه. يعني لما اجي احطها على البرطمان وهي بتتشوي مش هاخدها بالخلطه، الخلطه دي هي اللي هتتحروق بره، مش الجلد اللي هيقرمش. فانا بخليها تاخد طعم وريحه التتبيله كويس قوي، وهنصفيها مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي. اول حاجه بس قبل ما اصفيها عايزه اعملها، لازم اربط الرجلين، ممكن بورقه فويل، ممكن بالخيط بتاع الاكل ده، بس لازم تتربط علشان تعرفي تحكميها لما تيجي تحطيها على البرطمان وما تتزحلقش منك. كده كده الخلطه بتاعتنا ناعمه جدا، فهتساعد ان هي تتزحلق. بصي ازاي خليت في حرف اهو، حرف قصير، خليه لكم هنا وتشوفوه، والحرف الطويل هو اللي بلفه على الرجلين بهذا الشكل كده. بس حلو قوي، يعني هي مش هتهرب مننا يعني. ونربط، صح يا لميس ولا ايه؟ كده حلو قوي اهي. يا ترى مين كده؟ ربطه كمان اهي كده. بس حسين، شفتي قلب الشيف. بعدين ربطه كمان عشان ما تفكش لما تيجي تستوي، لان هي لما بتستوي يا جماعه بتبتدي تكش شويه. وبعد كده هروح واخداها من الخلطه ومصفياها كده زي ما اتفقنا كده اهي. شايفين الخلطه كلها كانت فين؟ كانت جوه ازاي؟ طعمتها لي عسل بالشكل ده. وبعدين هنروح واخدينها على الصينيه اللي احنا جهزناها من الاول خالص، وعشان كده جهزت الصينيه في الاول وثبتها كده على البرطمان الحلو ده. بسم الله. لا استناني بقى، ده وقته بالذمه، ينفع بالراحه كده، خلي البرطمان يتثبت كده معاها. يلا يا قمر، في حته لحمه بس كده مع صلاجه معانا اهي. مين معانا؟ قولي يا مروه. عامله يا مدام هاله؟ ازيك يا مروه، عامله ايه؟ عامله ايه؟ عامله فراخ على البرطمان، اتفضلي معانا. والله انا بحب خالص الحاجات اللي بتعمليها. ربنا يخليكي. بصي الفرخه عامله ازاي يا مروه، ايه رايك في الجمال ده؟ جميله خالص حبيبتي، تسلمي ايديكي ما شاء الله. تسلمي لي يا حبيبتي، ودايما منوراني يا قمر على طول. بصي كنت عايزه اسالك على صينيه الرقاق باللحمه. اه
الرقاق باللحمه، الطري ولا الناشف؟ لا الطري. الطري، تيجي نعمله سوا؟ طيب اه، ولا نستنى بقى من وصفات العيد الحلوه؟ كده كده هنعمل كل ده ان شاء الله. ها وطي التلفزيون شويه يا ميرو. خلاص ماشي. يلا يا حبيبي اصبري علينا. والحواوشي. والحواوشي عينيا عينيا. حاضر يا حبيبه قلبي حاضر. ادي الفرخه شايفين من جميع الاتجاهات ازاي اهي، ده المطلوب اهي. بصوا بقى لميس بتسال سؤال مهم جدا، انا عارفه ان كتير هيسالوه. البرطمان ده يدخل الفرن عادي مش هيجرى له حاجه؟ مش هيطق؟ لا مش هيجرى اي حاجه خالص، ثلاث ارباعه ميه، الصينيه فيها ميه ولا اي حاجه. قدامك اهو يا لميس الثلاثه الحلوين دول اهم خارجين بالبرطمان بتاعهم زي الفل ولا كلمه، نفس الفكره. اخر خطوه هتكون معايا قبل ما ادخلها الفرن، ودي اهم خطوه عندي، كل التتبيله الزياده دي اللي انا مش عايزاها تتحرق في الفرن هنزلها بايه؟ بزيت. بصوا ازاي كده منه يدي لمعه ويدي قرمشه، واي تفل زياده من التتبيله ينزل علشان ما يتحرقش ويبوظ لي منظر الفرخه. بس يا ستي شفتي الجمال بقى؟ ايه رايك يا لميس سهله تعمليها في البيت ان شاء الله؟ بإذن الله. بيقابليني نفتح الفرن. فرن سخن جدا على أعلى درجة حرارة، شايلة الشبكة اللي في النص، هحط الصينية زي ما هي كده على الصاجة اللي تحت. يلا بينا، وتعالي بقى يا لميس يا قمر وريها لحبايبنا وهي قاعدة متربعة في الفرن كده يعني على عرش الفرن بتاعها. بسم الله يلا. الله المستعان. بسم الله. لا 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 اهو انا ممكن اثبت لك هنا غير كده. لا اهي ادي الفرخه بتاعتنا اعلى درجه حراره، لو عندك مروحه في الفرن شغلي تحت مروحه، ما بنشغلش فوق خالص. لو شغلتي الفرن من فوق اول جزء في الفرخه ده هيتلسع اوام اوام وهي تكون لسه نيه. تعالوا بقى نشوف التقديمات هنقدم ازاي، وافكار تقديم زي ما احنا متعودين مع بعض في كل حلقه بنعمل الغدوه بتاعتنا، وكمان بنشوف ممكن نقدمها ازاي. ده احنا خلاص خلصنا. انا بقول لك التقديمات يعني انت مش عايز تاكل. هنعمل البصل اللي بالسماء زي بالظبط في المطاعم، مطاعم الشوي، مطاعم المشوي، بيبقى مفروش كده على العيش السوري تحفه. السماء ده بيجي عادي من عند العطار. هنعمل ايه؟ ادي شوية بصل كده، وهحط عليهم شوية طماطم سريع سريع، وشوية بقدونس، وحطي بقى معلقة صغيرة سكر، وبعدين هنحط السماء. السماء زودي زي ما انت عايزة، بيدي طعم عسل جوه التتبيلة دي، وخلي بالك انه بيدي مزازة يعني. الملح هنحط حاجة بسيطة جدا. عايزة اقول لكم الخلطة دي لما تعملوها انتوا ممكن تسيبوا اي حاجة في الاكلة وتاكلوا الخلطة دي بالعيش. واحط شوية زيت وشوية خل، ومش هحط عصير ليمون علشان السماء اصلا زي ما قلتلك مزز. قلبي كده كله في بعضه. خلطة بقى عسل تحطيها تحت كفتة، تحطيها تحت فراخ مشوية، تحطيها ممكن زي ما هي كده في شاورما. عسل ملهاش حل والله. الله اكبر عليها. اهي اركنيها شوية، شايفين اللون الحلو ده؟ ده من لون السماء. نقدم بقى اول حاجة. خلاص اهو اول حاجة. بسم الله. اول حاجة مكرونة، طبعا عشق الولاد المكرونة والفراخ. وتاني حاجة برضو هنقدمها البطاطس برضو مع الفراخ المشوية. هجيب اطباق التقديم كلها كده وبعدين نرص مع بعضينا. وهنجيب كمان العيش، العيش السوري، وممكن بديل ليه الرقاق الطري، وممكن برضو العيش الابيض، العيش الشامي كده. كل دي افكار للتقديم هتعجبك جدا ان شاء الله. زي ما قلت لكم العيش السوري هحط عليه الخلطه دي، وممكن كمان اعمل توميه واحطها عليه واقدمها جنب الفراخ المشويه، تبقى واو الواو يعني كده. وبعدين اتني كده وخدي الخلطه دي. بسم الله. حطيها كده عليه، ريحتها طالعه حكايه تبارك الله عليها. اهي افردي كده، بصوا الجمال. ادي اول تقديمه.
تقطعوا بقى الفراخ وتحطوها عليها كده وعيشي. طيب التقديمه الثانيه، يلا يا سمر، يلا يا لميس، يلا بينا، يلا بينا. اتنيها كده واتنيها كده، شوفوا شكلها عامل ازاي، تحفه. بسم الله. نجيب بقى ايه الحلوين دول، بناتنا الحلوين النهارده. ادي اول طبق، تعالوا للطبق الثاني. ناخد الفرخه كده، بسم الله. طبعا استوت بالبرطمان وانا لابسه الجلافز، فعارفه انت بقى يا لميس ايه الدنيا مش سهله خالص، بس بفضل الله. بص الدخان، دخان لسه خارج من البرطمان ازاي، اهو شايفين الدخان عامل ازاي. جاي معاكي يا لميس ولا ايه؟ يلا دخان خارج اهو، خارج من الفرخه كمان اهو، وهوريكم التانيه كمان. ادي كمان ايه فرخه حلوه كده مع طبق المكرونه، الله على الريحه اللي طالعه، تحفه يا جماعه تحفه. الف هنا وشف. ايوه احنا تعبناك النهارده، لازم يعني نكرمك. ناخد التانيه، شايفين بصوا بنزلها ازاي بالراحه، وكمان انا لابسه الجلافزات ناعمه. بصوا الدخان خارج اهو، الله الله الله، شايفين؟ عشان الناس اللي تبقى قلقانه من البرطمان، لا اهو يلا ادي التانيه. الله 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 على جمال الفراخ النهارده وحلاوتها. يلا عايزه الطبق ده. انا عارفه انت طمعانه في الطبق ده. ماشي يا ست لميس، عينينا. نقلع بقى الجلافزات ونقدم الاطباق الحلوه علشان ايه نشوف عندنا هيبقى فيه ايه تاني في الحلقه. ادي طبق المكرونه بالفراخ، البطاطس بالفراخ، مش هطلع الفرخه دي على البصل بالسماء، لا انا عايزه اقدمه كده، وعايزه اقدم لكم الفرخه دي بالبرطمان بتاعها كده زي ما هي اهي. ايه رايكم بقى كده؟ الف هنا وشفا يا جماعه. الوصفه النهارده سهله وسريعه جدا، فراخ مشويه طريه جدا، ولا كان عندك المكنه بتاعه الشوي بتاعه المطاعم، لسه خارجه بنار الفرن اهي قدامكم، لسه يعني الدخان طالع من كل ناحيه فيها. الف هنا وشفا لكل حبايبنا يا رب. شكل الفرخه نفسه على البرطمان هيعجب الولاد جدا، وهيفتح نفسهم وهيخليهم يبقوا عايزين يدوقوا هي ايه الفرخه الواقفه دي يا ماما، وازاي معموله كده. الف هنا وشفا يا رب ليكم جميعا. الوصفه الحلوه بتاعتنا النهارده خلصت، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش، لسه عندنا فقرات هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. اطلعوا لي فاصل وارجعوا لي بسرعه نكمل الحلقه مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. زي ما شفتوا قبل الفاصل بناتنا المزقطفين الحلوين اللي واقفين طابور واحد كده، متربيين يعني عارفين واقفين كده في نفس الطابور وبيسمعوا الكلام وزي الفل. فتحنا نفسكم على الاكل، والحمد لله النهارده ان اكلنا مشوي، يعني مش هنتضرب، مش محدش هيقول لنا ايه ده انتوا عاملين، فالحمد لله كله مشوي. والنهارده لما بنوصل للفقره الطبيه بيبقى معانا دايما اللي بياخد بايدينا، زي ما دايما بقول لكم للطريق الصحيح، بيبقى معانا اللي بينور لنا النور، اللي بيقول لنا الصح وبيقول لنا الغلط، بيقول لنا لا انت سايبه نفسك ليه، طب انا محبطه، لا محبطه ليه، تعالي ده انا عندي حلول سحريه. كل ده هنعرفه من مين؟ ضيفتنا الكريمه النهارده دكتور صفا فتحي، دكتوره صيدلانيه واخصائيه التغذيه الاكلينيكيه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا شيف، نورتيني. ربنا يخليكي حبيبه قلبي، اهلا بيكي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. والوجبه حلوه جدا فعلا، زي ما بقول لك العين بتاكل قبل البوق. بالظبط، كانت لسه دكتور صفا بتقول لي قبل الفاصل بتبص عليهم كده بتقول لي فعلا العين بتاكل قبل البوق، فرحت قلت لها كلمه الحمد لله ما خدتش بالها منها، قلت لها لما الاكل بيبقى شكله حلو نفسك بتتفتح له حتى لو انت شبعانه، يعني هي عايزه توصلنا لدرجه الشبع
وانا بفتح نفسي. الحمد لله عدت عليكي. بس على فكره انت عامله برضو يعني في، لو احنا سيبنا الحاجات اللي فيها كربوهيدرات، لو ركزنا على ان الفراخ مشويه بس، انت عامله حاجه المفروض ان هي ما تخنش. بالظبط. في سؤال طول الوقت بيتسالي وانا مش عارفه ارد عليه، غير دلوقتي ان احنا لقينا له حل. انا ما باكل يا دكتوره حاجات بسيطة جدا جدا، وبرضه مهما عملت دايت ما بخسش. الاقي نفسي باكل فراخ مشوية، باكل بيضتين الصبح، وما باكلش كتير، يا دوبك اصحى الصبح اعمل حاجات بسيطة يعني مع الولاد لقمة خفيفة وما فيش فايدة. كلمة ما فيش فايدة دي بقت شعار دلوقتي عند معظم السيدات. انا ما بخسش. ما بخسش. يعني اشرب مية اتخن. واحباط بقى. واحباط. احباط وقفلت بقى وتقول لك لا ده انا عملت دايت قد كده وما فيش فايدة. بالظبط. لا ده انا اتكلفت، ده انا رحت، وبرضه ما فيش فايدة. انا النهاردة جايبة لك قنبلتين. ايوه الاناسيليوم، دين القنابل. أيوة. دي خلينا ننسى في الدول. جايبه لك الاناسيليوم واللينوزا. تمام. والنهارده في كورس، اقوى كورس في مصر، يعتبر صيحه في التغذيه العلاجيه، مكون من احدى الكبسولتين القويتين. يعني انت مش هينفع تاخدي الاثنين ان هم اقوياء جدا. يا الطبيب هيقول لك الاناسيليوم او اللينوزا بلس اعشاب ونقط مع كريم الذهب. اسمه انا مسميه كريم الذهب زي ما الستات بيقولوا لي عليه، الكريم لينوكس بلس الحزام الحراري مع سكر ماك دايت، اللي هو سكر صحي، سكر اللي هو يقلل السعرات الحراريه. كل ده جاي لك باكج مره واحده عشان يخسسك كام كيلو؟ 15 كيلو في الشهر. في الشهر، في 30 يوم. في 30 يوم. حلو جدا. وكمان العرض انا هقوله، لو حبيت ان انا اضمن ان انا خس 30 كيلو يبقى محتاج كورسين. عليه قد ايه خصم؟ عليه 50%. طب لو انا عملت الثلاث كورسات، وده المهم جدا جدا ان احنا نبص لقدام، 70% خصم على الثلاث كورسات. حلو. ثلاث شهور يا جماعه. وانا النهارده جاي اتكلم على كل الناس، النهارده الاناسيليوم واللينوزا، ومن غير ما اتكلم على مكوناتهم، انا بتكلم وحاجات مرخصه وحاجات مصرحه من وزاره الصحه، وحاجات قويه جدا من المعهد القومي للتغذيه ومعهد السلامه والغذاء، حاجات قويه جدا جدا، في نفس الوقت امنه جدا جدا. لكل الامراض اللي انت ممكن تكون مزمنه، يعني السكر نوع تاني، وامراض الضغط العالي والكوليسترول والكبد الدهني والفيروسات. كل ده الكورسات النهارده عادي جدا. ايوه. مش قلقانين من حاجة. عندك مثلا 45 كيلو، يبقى الثلاث كورسات مع 70% النهارده مهم جدا 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 ان احنا كلنا نرفع التليفون حالا ونتصل وناخده. الكورس في حاجه اسمها قشور السليم. عارفه يا شيف قشور السليم دي عباره عن، يعني في الكتب بتتكتب ان هي مغناطيس الدهون من الدم. يعني انت هيبقى عندك دهون ثلاثيه هتروح مغناطيس الدهون. فعلا عباره عن نتورك كده، الياف عامله زي الشبكه، بتبقى زي ما يكون بترشح الدهون. انت طبعا عندك دهون متكتله وشكلها صلب، موجود في البطن، موجود في الارداف، هل يا ترى دي ليها حل؟ زي ما بتدوبي كده حتى اي حاجه بتدوب قدامك، فعلا هو ماجنتيك، هو مكتوب كده في الكتب. قشور السليم تعد الاكثر امانا في صيحه التغذيه العلاجيه، بلس غير كده ان هو ما بيسيبش نوع من انواع الدهون في الجسم، ما بيخليهاش. كل انواع الدهون الضاره المتكدسه من سنوات قديمة ها بتروح. طب هل صحتي هبقى كويسة؟ هتبقى كويسة. ليه؟ لأن الكبسولة اللي أنا بتكلم عليها مدعمة بفيتامينات كافية جدا. إن هي ترفع طاقتك، يعني مدعمة بفيتامين بي 6، مدعمة بفيتامين بي 12، مدعمة بفيتامين دي، مدعمة عشان الجسم يخسر الدهون بس يفضل برضو قوي، محتفظ بكل الفيتامينات بتاعته، ما بتنزلش مع الدهون زي أنظمة كتير عقيمة. أيوة. ده بيحصل معاها بعد ما بنخس، ده لو خسينا. بالظبط. انا عايزه الناس تنسى. عايزه الناس تنسى كل مشاكل. يعني انا متاكده ان كتير قوي اول كلمه بتتقال لي، اول كلمه يا شيف بتتقال لي انا عملت كل انواع الدايت. انا اصلا من كلمه ان انا عملت كل انواع الدايت بحط في دماغي ان اللي قدامي ده مش هياخد غير دول. لانه هيبقى عنده مناعه لكل انواع الدايت اللي انا ممكن اقولها. فعشان كده النهارده انا بعيد الكورس تاني. الكورس عباره كبسولات واعشاب ونقط. تمام. والكبسولات دي احدى القنبلتين اللي احنا شايفين ان هم اقوى حاجه. احفظوا معايا اللينوزا والاناسيليوم، تطلبوا لان هم اقوى حاجه موجوده وانا برشحهم لكل الناس. ومعاها الكريم لينوكس، كريم الذهبي. الستات هم اللي قالوا لي عليه كده. ليه بقى يا جماعه قالوا لي عليه كده؟ لان في حاجتين مهمين جدا، الاكسجين وميه الذهب. يعني ايه ميه الذهب؟ يعني جزيئات الذهب. هل جزيئات الذهب بجد؟ جزيئات الذهب. فالهدايا النهارده هدايا من ذهب، هدايا كلها تدعيم في الاقتصاد. يعني 50% على الكورس الثاني، يعني 30 كيلو في شهرين، يعني 70% على 3 شهور، يعني 45 كيلو في 3 شهور. ان شاء الله. حلو. ومعاهم كمان السكر السحري. انا بقول ليه سكر سحري؟ كل الناس بتتقرف من كل انواع السكر.
ده سكر مرخص من وزاره الصحه، وكمان بعيد خالص على الاسبرتام والمواد اللي كلها مواد مسرطنه، وطعمه تحفه، وكمان قابل ان انت تطبخي بيه كميات، وهو بيتقدم لك 50 كيس، يعني خلال ما انت بتخسي معايا هتشيلي معلقتين السكر تحطيهم في الشاي والمشروب وتبدليهم بالسكر الدايت بتاعي، هتخسي هتخسي هتخسي. حلو جدا. وكرسي مهما احكي مناسب لكل فئات الاعمار، يعني اطفال من فوق 13 سنه 15 سنه لحد 65 75 مفيش مشكله في الحرق، كله هيتدمر. تمام. طيب احنا معانا ام سلمى على التليفون. ام سلمى اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا ام سلمى؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي. اهلا بيكي. اكلم الدكتور صافي. اتفضلي معاكي، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. انا ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي يا فندم. بصي يا دكتور، انا طبعا باخد دواء سكر، السكر عالي عندي جدا، باخد نوعين سكر ووزني 85 تمام. وعندي تجمعات الدهون عندي في البطن والارداف. تمام. فينفع الكرسي بتاع النهارده ليا يا دكتوره؟ طيب انا عايزه اعرف طولها بس كام؟ طولك يا ام سلمى؟ انا طولي 160. 160 ووزنك 85 وبتاخد دواء سكر. بتاخدي دواء سكر. الف سلامه عليكي يا حبيبتي. اقفلي يا دكتور صفا حالا، هتجيب لك الخلاصه وهتجيب لك المفيد. دكتور وزنها 85، طولها 160، بتشتكي من السكر، بتاخد اصلا علاج للسكر. انسب شيء كبسولات الانسيليوم لمرضى السكر النوع الثاني. كبسولات الانسيليوم اللي انا كلمتك عليها مغناطيس الدهون الثلاثيه ومغناطيس الانسولين الزياده، وبتحل مقاومه الانسولين. لما باجي اروح لدكتور غدد علشان انا عندي السكر، اكتشفت فجاه من تحليل عندي السكر، ورايحه لدكتور اول حاجه بيقول لي ايه؟ ظبطي اكلك. ظبطي اكلك. صح. وخفضي السعرات الحراريه علشان زياده السكر العالي. وهي بتشتكي من ايه؟ رغم وجود دواء ان في سكر عالي. طب هترى هفضل ارفع الجرعات بتاعه الدواء بتاعتها، ولا الافضل ان انا ادعمها بحاجه تخلصها من السكر الزياده؟ كبسولات الانسيليوم يا جماعه بتعاني، بتحل كل اللي بيعانوا من السكر العالي تايب 2 اللي هو النوع الثاني اللي بياخدوا فيها حبوب. تمام. علشان بيبقى سهل جدا ان انا اخفض له كميه السكر في الدم وبطريقه امنه، ما بتاثرش عليه خالص، بالعكس بتدعمه بفيتامينات بي 6 وبي مهمه جدا لمريض السكر. الحاجات دي كلها هتخليك ترفع الدواء بالتدريج، ويا ممكن تشفى من السكر، يعني ممكن بالتالي تشفى من السكر. يعني النهارده بندي امل جديد لاصحاب الامراض المزمنه. أيوة. ان هم ممكن يخسوا بمنتهى الامان وهم بياخدوا الادويه بتاعتهم عادي جدا، مفيش حاجه. ده بالعكس كمان ممكن تيجي مرحله من المراحل ويرفعوا فيها دواء السكر تماما. طبعا بالظبط كده. تحت طبعا اشراف الايه؟ طبعا تحت اشراف الطبيب اللي كاتب لك الدواء. بالظبط. وزي ما بقول ان الدواء بتاعي مرخص من مركز المعهد القومي للتغذيه، والترخيص بتاعه بيخليك ان انت تاخده بامان كامل. طبعاً. وبدون اي شك في انك هتخس ولا مش هتخس. لا هتخس. هتخس. واحنا بنشجعك علشان الاراده اللي ممكن الواحد من كتر ما عمل انظمه رجيميه وفشل فيها، الاراده دي احنا بنديها لك. يعني انا طالعه النهارده علشان اشجع كل الناس ان نبتدي من دلوقتي بحاجه امنه مرخصه، حاجه مليانه فيتامينات، حاجه هتخسسك، اعشاب امنه بتنظف دمك وبتنظف الدهون المتكتله وبتنظف باسلوب حديث، وكلها كل التكنولوجيا الطبيه اتجمعت في هذه النوعين. فيلا كله يتصل النهارده، عاملين خصم على انك تخس 30 كيلو على شهرين او على 3 شهور 70%، فبالتالي انا بحقق لك معادله كامله اقتصاديا ودوائيا. طيب احنا معانا استاذ محمد. استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ الله يسلمك. قول لي يا استاذ محمد، انت خدت الكورسات؟ خدت الكورسات الحمد لله والله. طيب ايه الدنيا معاك؟ يعني وزني والله يا دكتوره 130 الحمد لله، النهارده بعد شهرين 98 ومستمر ان شاء الله. صورتك اهي ما شاء الله، اتغيرت تماما يا استاذ محمد. الحمد لله ما شاء الله عليك، فرق جامد جدا بجد. والله الحمد لله، يعني انا بدعي لهم والله كل الفريق الطبي اللي مع حضرتك ده كله. والله ربنا يديك الصحه. والله فرقوا معانا كتير الحمد لله. بقول لك يا استاذ محمد، اكتر منطقه بقى الرجاله بتشتكي منها منطقه البطن، ايه الاخبار؟ طبعا. أنا الحمد لله قدام الصورة قدام حضرتك وشايفاك لابس بقى ايه، قميص حلو كده وباين جدا منطقة البطن نزلت ما شاء الله، شايفة يا دكتور؟ طبعا شايفة. واكيد الكبد كان مليان دهون في الصورة الأولانية، وهنا ما شاء الله تخلص من كل مسببات الأمراض. أهم حاجة صحتك دلوقتي بعد ما نزلت. والله الحمد لله الصحة كمان، الضغط عندي الجرعة اللي كنت باخدها للضغط نزلت جامد معايا.
ما شاء الله حلو حلو جدا. زي ما بنقول جرعات الادويه المزمنه بيحصل لها ديكريزنج باي ايه، ان احنا كل شويه بنقلل شويه الجرعات بناء على ان الجسم ما بقاش مضغوط بالدهون وبالسكر اللي عايم في الدم. فده ما شاء الله عليك وكسبت صحتك، ودي حاجه جميله جدا طبعا. النهارده قنبلتين في العرض بتوعي، حاجتين من اقوى العروض. تعالي نقول العرض تاني على بعضه بقى، بس ايه من غير شرح، يعني نقول المنتجات. تمام. ان انا النهارده لما اتصل على ارقام التليفونات اللي على الشاشه تمام هيوصلني ايه بالظبط؟ النهارده هيوصلك كبسولات واعشاب ونقط، احدى الكبسولتين اللي انا بقول لك عليهم مرخصين من يعني جهات قويه دي. جدا ايوه مع كبسولات واعشاب ونقط، ده هيجي معاهم الكريم الذهبي اللي هو كريم لينوكس اللي برده من وزاره الصحه مرخص وزاره الصحه، مع سكر ماك اللي هو سكر دايت برده مرخص من وزاره الصحه، والحزام الحراري يا جماعه نزل تاني الكبير اللي بيخسس مناطق البطن وبيحدد الخصر وبيخليكي كيرفي وبيحدد الجسم وبيستعيد رشاقه جسمك، كل ده النهارده هناخده بخصم رهيب. لو كان الكورس هتاخديه لمده شهر، لو كان الكورس هتاخديه لمده شهرين هتاخديه بخصم 50%. طب لو انا عندي سمنه مفرطه محتاجه 3 شهور هاخده 70%. يبقى انتهز الفرصه، مش مثلا انا وزني عالي ومحتاجه كورسات اكتر فاقدر ايه، لا النهارده هطلب كورس واحد وبعد كده لما يبقى يخلص ابقى اطلب التاني. لا ده النهارده في عرض أيوة على الثلاث كورسات. ايوه بالظبط، اللي بيغطي 3 شهور يبقى النهارده على طول نلحق فرصه انا استفيد بالخصم. خصم النهارده عالي جدا يا دكتور. أيوة. 70% خصم يا جماعه. يبقى على كريم الذهب كفايه، كريمات اللي موجود فيها جزيئات الذهب غاليه جدا جدا، ده جايه لك هديه. صحيح، دي جايه لك هديه، انت متخيله يعني ايه جايه لك هديه؟ يعني حاجه فوق الواو. جلدك والاكسجين اللي موجود فيه جلدك هيتشد جدا، هيخس. انا عارفه ان كانت الناس مي كريم، الستات بيسالوا لنا فين الكريم الذهبي، هم بالبلدي لانهم ما يعرفوش ان هو داخل في تكوينه جزيئات ميه الذهب اللي هو بنعمل بيه ماسكات التقشير. أيوة. في مراكز التجميل، وادفعوا بقى كوعوا فلوس قد كده. لا النهارده ده الكريم ده جاي لك لغايه بيتك، ده جاي هديه مجانيه مع الكورس الاصلي، كورس القنبله زي ما دكتور صفا قالت بالظبط. يبقى النهارده ثلاث هدايا مع الكورس الاصلي مكون من ثلاث حاجات برده، صح كده؟ وعندنا الشحن مجانا، وعندنا المتابعه كمان مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى بالزبط. صح يا دكتور؟ طب نقول الهدايا ايه وايه تاني؟ ما انا عايزه اقول لك العرض كله. انا عايزه افكر الناس ليه؟ باسماء الكبسولات القويه اللي مليانه قشور السليوم اللي نوزة والاناسيليوم اللي بتناسب جميع انواع الامراض المزمنه، هتخس من غير ما تحس. من الاخر اي حد موجود شايف نفسه ان هو نرفع الشعار ده يا دكتور، ايوه هتخس من غير ما تحس باي مشاكل نفسيه ولا اي مشاكل اقتصاديه ولا اي مشاكل بديه. انت هتاخد الكبسوله من هنا هتلاقي الدهون ماجنتك كده مع قشور السليوم بتلتحم بيها وبتروح لها في الاكسكريشن باي طريق. فمن التالي انا شايفاها ان هي فرصه ليك، هتاخدها مع اعشاب ونقط، اعشاب هتشربها الصبح مع تي باج كده ميه من غير سكر، او حطيت بيها الماك سويت اللي انا جايبه لك هديه، ما فيهاش اي مشاكل، هتسدد الشهيه وهترفع معدلات الحرق وهتشيل بقى كل شكاوي الناس اللي عندها مراره، كل شكاوي الناس اللي عندها اضطرابات في الرحم او تكيسات مبايض، كل شكاوي الناس انا عندي كذا انا عندي كذا، انسوا كل مشاكل الحرق، كل مشاكل الحرق هتتحل النهارده. وغير كده كمان كل الناس اللي بوظت حرقها، انا بقول تاني اهو نداء لكل الستات اللي عملت كل انواع الرجيمات وبوظت حرقها بايديها، النهارده جالك فرصه جديده ما تفوتيهاش. فرصه من ذهب بالظبط، فرصه من ذهب زي من دهب. كريم الذهب بالظبط كده، كريم الذهب. استاذ احمد معانا على التليفون، اهلا يا استاذ احمد. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يعزك يا رب. اخبار حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، منورنا النهارده. ده انت اللي منورانا والله. انا عايز اقول لحضرتك ان انت مثال لتوفير البيوت اللي زي حالاتنا والله. الناس اللي ظروفها وحشه حضرتك والله، اكلاتك واللي انت بتعمليه والله وفرت لنا حاجات كتير والله العظيم. ربنا يقعد معانا هنا في ربنا يعزك يا رب. دكتور صفا بتقول لك لو قاعد وشامم الروائح هتعمل ايه؟ لا ربنا يبارك لكم والله العظيم. انا عايز اقول لك والله حضرتك ربنا يبارك لك فيكي والله العظيم ويخليك لينا والكل ليك والله العظيم. ربنا يخليك يا استاذ احمد. ربنا قول لي بقى دكتور صفا معاك اهي، ليك سؤال؟ ماشي يا ست كل اتفضل. ماشي انا تحت امرك. ليك سؤال يا استاذ احمد لدكتور صفا؟ لا والله انا حضرتك بس والله انا المدام بتاعتي كانت يعني عايز اقول لحضرتك كانت بتعاني من الام كتير في ظهرها ومشاكل في العظم وكان عندها الغضروف، وبصراحة لما أخذنا الكورس والله يعني ربنا كرمنا والله يعني وفر برضه علي حاجات كتير والله. أنا عايز أقول لحضرتك والله كنت كل فترة رايح جاي على الدكاترة ومصاريف مش هكذب عليك قد كده والله. لما استعملنا يعني
والله حضرتك يعني كنا كل فتره حضرتك عارفه يعني الدنيا الايام ديت والظروف الصعبه بتاعتنا بصراحه. ربنا يعينك. والناس الله يخليكي والله، ومصاريف بقى الدكاتره كشف وعلاج والكلام ده. لكن لما اتعاملنا مع الكورس بصراحه انا عايز اقول لحضرتك يعني حياتي اتغيرت 180 درجه والله. طب مش كان اقتصادي وتمنه كان اقتصادي بعد كل المصاريف اللي انت صرفتها دي، لقيت الكورس فعلا تمنه اقتصادي يا استاذ احمد؟ كتير كتير والله العظيم. ثلاثه استاذ والله العظيم وفر لي كتير. انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت كل يعني بمعدل كل شهر شهر وشويه بصرف لك في حدود بتاع 700 800 جنيه عند الدكاتره في العلاج والكلام ده. هو فعلا اقتصادي جيد. لكن بصراحه لما اخذت الكورس يعني من اول اسبوع يعني بان عليها. طب حلو جدا ما شاء الله. والله ده انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي ده هي حاليا دلوقتي بتلبس من ملابس بنتها يعني بقت عروسه جديده يا استاذ. الله اكبر. بقت عروسه جديده. ربنا يهنيك ويحفظك. ربنا يعزك والله العظيم. انا عايز اقول لك كلمه يعني كلمه شكر بجد ان انت دايما كده بتساند مراتك وفي ظهرها، وفكرت ان انت تتصل وتجيب لها الكورس وتخليها تشوف تجرب وتشوفها تعمل ايه. بجد ونعمل زوج وقدوه لكل الازواج. راجل. بجد يعني. وكان في عيد الاب. يعني احنا كل بنت شايفه ان باباها بيعاني من كبد دهني وبطن كبيره وي وي وي، المفروض يعملوا ايه؟ يتصلوا حالا علشان يحصلوا على الكورس ويحصلوا على الخصومات، كبسولات واعشاب ونقط. قبل ما موجود معاها بالظبط. نقوله تاني النهارده هيوصل لنا ايه؟ كبسولات واعشاب ونقط، هيوصل لنا معاها الكريم لينقص الذهب، ومعاها كمان السكر اللي احنا بنقول عليه سكر الدايت، والحزام الحراري اللي ما بينزلش كتير، 50% على الكورس الزوجي و70% على الكورس الثلاثي. وانا شايفه ان كل الناس اللي عندهم سمنه تتصل حالا للحصول على 70%. تمام، شكرا يا دكتور. اشكرك يا حبيبتي، نورتيني. اتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه، عشان النهارده الهدايا والكورس اجمل من بعض ما شاء الله عليهم. ده غير كمان ان كل ده هيوصل لكم مجانا، يعني الشحن مجانا، وكمان متابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى بيفضلوا معاكم لغايه بر الامان، لغايه مده ما الكورسات تخلص وتوصلوا للوزن اللي انتوا عايزينه خطوه بخطوه. يعني استشاره الدكتور مجانيه وانتوا قاعدين، الشحن كمان مجانا. امال ايه المطلوب؟ مطلوب ان انتوا بس تتصلوا وتطلبوا الكورسات النهارده، والارقام قدامكم على الشاشه. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره اسيبكم في رعايه الله.